مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من نور جديد عبر نور الشرق من 18 سنه كان الجمال مضمون مش بس شكل من 18 سنه بوقتها قدرت تعكس صوره لبنان الحلو لكل العالم من 18 سنه حققت انجازات حققت اهداف حققت طموحات كانت تحلم فيها مثل مثل كل بنت وب 18 سنة حملت التاج وما تربعت بس على عرش الجمال إنما تربعت كمان على عرش الأمومة مش رح رحب اليوم بس بالملكة هي أكثر من ملكة هي امرأة زوجة وأم ومن أحلى الحلوين بلبنان شكله مضمون نجمة فنانة وأكثر من هيك بكتير كريستينا صوايا أهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك ميرسي على هالمقدمة الحلوة بس بس قلت 18 سنة عملت هيك انا طلعت فيك حسيت هيك يا 18 سنة عن جد اذا واحد بيفكر يا رب دخلك كيف قطعوا قطعوا هيك بلمح البصر بس اكيد ثمانية 18 سنة مثل ما كنت عم تحكي انه صار في كتير كنت علامة فارقة ب 18 سنة يعني مش هينة 18 سنة أكيد. اليوم نشكر الله بتضل محبة الناس مثل ما هي مثل ما كانت من 18 سنة لليوم أكيد بتعرف طيب وقت اللي قلت متربعة على العرش أنا بحب بس يقولوا متربعة على عرش قلوبنا يلي هي عن جد بس تكون أنت فتت على قلوب الناس آه هيدا الإنجاز الأهم اللي بتكون أنت عملته بحياتك معناته كل شغلة أنت عملتها وصلت رساله حلوه للعالم وخلتك تفوت على قلوبهم وتفوت على بيوتهم هي اهم شيء انه نقدر ندخل على قلب الاشخاص أكيد. وعلى بيت الاشخاص وعلى حياه الاشخاص أكيد. يعني لو مثل مثل ما ياسو اكيد بعيد الشبه انا مش عم شبه حالي بس قديه مثلا الهنا مهم وعظيم فات على قلوب الكل هلا انا اكيد ما في افوت على قلوب الكل هو اعظم بكتير يعني بس قدرت فوت على قلوب عدد منيح من ربنا الناس. دخل على قلب التاريخ ليغير أكيد. التاريخ كله وقلوب الناس كله أكيد. كريستينا بفتكر لو ما هو كمان بقلوبنا ما كنا نحن فينا نفوت على قلوب الاخرين أك... ولا الآخر. كنا نقدر يعني أكيد اصلا اكيد هو توج حياتنا صح 100% عادة الناس بتطمح بهالدنيا لالقاب كتيرة وبتركض ورا اللقب يعني <applause> آه ويعير الانسان حسب اللقب تبعه بس انت اليوم كمس ليبان ومس انترناشونال تعتبر اللقب يلي حصلت عليه باستحقاق آه كان نعمه بحد ذاته او كان بمطرح من مطارح نقمه لا بالعكس كان نعمة لأنه هو بالأساس كان نقطة التحول الأساسية بحياتي وبالبروجيات اللي أنا كنت مفكرة فيها للمستقبل وللحياة لأن أنا ما كنت مفكرة بهيدا الشيء كنت مفكرة بغير طريق كومبليتلي رغم أنه أنا أكيد بحب مجال التلفزيون يعني كانت لو أي طريق لأخطى رح أرجع ألف بشي طريقة أو أجي على مجال التلفزيون لأنه هالعالم أنا بحبه كتير ان كان بالتقديم ان كان بالتمثيل وان كان حتى كفن كغنى هيدا الشيء بحبه من انا وصغيره موجود جواتي بس اكيد في اقول انه هاللقب هيدا اللي اللي انا اخذته او هاللقبين اللي انا اخذتهم اللي هن محليا وعالميا اكيد حطوني على طريق قدرت اوصل على كتير اشياء يعني كان مثل باسبور عبور اذا بدك وبلس كمان قدرت فوت على الاشياء الانسانيه الي منعيشها بيومياتنا وقت اللي منكون حاملين هالالقاب لانو نحنا منكون سفره صح. لها الناس لجيلنا لا القصص الانسانيه والقصص الخيريه يعني والقصص الاجتماعيه قصص البيئيه يعني قدرت تحقق امور كنت انت بدك تحققيها ولما أكيد. صار عندك هالالقاب لانه مش لقب واحد لقب لبناني ولا لقب عالمي صح. قدرت تحقق الشيء اللي انت كنت تفكري فيه انا بالاساس كان التمني تبعي والحلم تبعي اذا بدك الرساله الاساسيه هي المسنين واللي قدرت حققه انه مع جمعية الاسعاف والخدمات الاهلية من دهور الشوير قدرنا نأسس مركز اسمه بيتنا وهيدا المركز هلا صار عمره تقريبا 17 سنة يعني مش من بعد سنة من بعد كم شهر من ما تربعت على عرش جمال لبنان افتتحنا المركز بأيار 2002 حسب ما بذكر يعني بالتحديد صلنا هلأ 17 سنة يعني تخيل قديش هالحلم يعني كان عمر كبير عمر بس مشوار. قدرنا من هالحلم نعمل شيء صح وبعدهم مستمرين الجمعيه واكيد انا بوجه لهم تحيه من القلب لانه فريما لو ما في اشخاص عن جد عم بيقدموا هن من قلبهم إنهم يساعدوا ما كنا قدرنا نستمر والخدمات اللي عم تتقدم بمجانيه الأشخاص اللي عم تكون هلا عنا بالعمل. عنا خدمات مش مجانيه لحتى نقدر نغطي صح. غير اشياء يعني بده يكون في شيء عم بيغطي شيء لانه بتعرف بالنتيجه نحن مركز هو لا يبغى الربح لحدا معين هو مركز بده يطلع مصاري ليقدر ل... يقدر يساعد الناس اللي بحاجه وبنفس الوقت يدفع للموظفين لانه عندنا اشخاص موظفه بالنتيجه ليقدر المركز يستمر ما راح است... ما في يستمر هيك شيء فيها قصص خدمات صحيه وبدك نرسات وبدك حكمه واطباء تابع اكيد مش الكل رح يقدر يقدم حاله فور فري ويكون يعني بنيفول بيزعجك لقب الامراه المطلقه او لا؟ لا ما بيزعجني بالعكس تقلك ليش؟ لانه اول ما حطيت هذيك الساعه بس قلت لي الزوجه اكس <جا> اكس زوجه <applause> <أول> الزوجه السابقه <applause> اول ما حطيت بعض الاشخاص عبرت عبر السوشيال ميديا قالت انه نحنا مجتمع ذكوري يعني الرجل يطلق المراه مش المراه تطلق الرجل طلبوا مني انه بليز بدنا نفهم وجهه نظرها لان انت دائما بوزيتيف بكثير امور يعني بكثير مشاكل رح نشوف هلا بتنسيق الحلقه <applause> يعني ولكن هيدي من اول خطوه اذا بدك بيزعجك هالموضوع اليوم لا. اذا حدا سالك معكس. عنه اذا سأ... ابدا ابدا لانه هيدي كمان مرحله قطعت بحياتي ومرحلة أسمرت نعمتين اللي هن ولادي اللي هن أحلى شيء بالنسبة لي بالدنيا كتر خيرك يا الله واكيد اكسبيرينس بعيشها الانسان ممكن انها تكمل وممكن انها ما تكمل بس لو ما كملت بعد في وجود لشيء اسمه عائله وقت الكابل هن ثنائي بينفصلوا عن بعض مش يعني العائلة انفصلت عكس ما كثير من الناس بتفكر انه خربت العائله او انقسمت العائله اوكي صار في اذا بدك شرخ صغير بس هي العائله بعدها موجوده العائله ما حدا بيقدر يلغيها والعائله ربنا حط بركه بهالعائله ما حدا بيقدر يغير هيدا الشيء انت تقدري رغم اتخطى كل الصعوبات يعني اتخطى تتخطي الموضوع. وتحافظي على العيلة بنفس الوقت يعني انت حافظتي على عائلتك رغم كل شي... الصعوبات اللي صارت اول شيء بدي اكون كتير صريحه انه الموضوع بده يجي من الطرفين بده يكون في وعي وبده يكون في اتفاق على كل الامور خاصه كرمال موضوع الاولاد يعني نحن لو شو ما في مشدات بيناتنا هلا ما بعرف قديش الناس بتقدر تكون هالقد واعيه وبتقدر تكون يعني انا بدعي للوعي لانه بالنتيجه يا جماعه لا الام بتنلغى ولا البي بينلغى الام حتضل موجوده الى ابد الابدين هي ام للولاد والبي موجود الى ابد الابدين هذا بيهم للما حدا بيلغي الثاني ممنوع حدا يلغي الثاني وممنوع حدا يحل محل حدا مش معناتها اذا الام فلت يعني منجيب زوجه ثانيه هي رح تكون ام للولاد لا ولا اذا البي فل حنجيب بي ثاني يكون بي للولاد اكيد لا سو بده يضل في احترام لهالثنائي اللي انفصل انه عندهم عائله بالنص فنحنا بدنا نتعامل مع الموضوع بوعي كرمال قصه الاولاد نترك مشداتنا على جنب بموضوع الاولاد خلي الاولاد محيدين يعني بدنا نجرب قد ما فينا نكون واعيين انه اذا انا معصبه منك ومتضايقه منك من شيء، ما بدي طلع هيدا الشيء بطريقه كمان اضرب ولادي فيها. صح. صدقني كثير صعبه هيدي رساله بس كثير مهمه اليوم كتير عم توجهيها لكل كتير الاشخاص صعبة. اللي مرقوا بالمرحله اللي انت مرقتي فيها اكيد الحكي اهين من الفعل بس انا بقول لك اذا واحد كان مؤمن وكان بيصلي و... و... وعن جد يعني الله بقلبه بيقدر انه يتخطى هيدي المرحله بطريقه واعيه يعني يعني ربنا بيصير هو ربنا يساعده بيصير يقوي أكتر لحتى ما يقشط لحتى يقاوم غضبه يقاوم حزنه يقاوم الاشياء اللي هو مش متقبلها لانه بالنتيجه ما في لما, نحكي, لما نحكي عن الايمان اليوم بنشوف ايماج حلوه كتير ومضمون بنفس الوقت يعني اليوم لما نطلع فيك ما بتشوف شكل فقط حلوه مهضومه قريبه <تصفيق> للقلب <تصفيق> انما اللي بيتواصل معك بيشوف مضمون رائع جدا ومتين لما تحكي عن الايمان في كتير اشخاص بتستغرب انه شخص بالاضواء شخص معروف عنده ممارسه على الارض غريبه يعني انا بعد اعتذر منك بس شيء كتير غريب يعني ما عم نحكي عن جماعه ما في ما في مشكله ما تعتذر ما عم نحكي عن جماعه بالكنيسه بس عم نحكي عن عده جماعات ما عم نحكي عن نشاط مسيحي ديني عم. عم نحكي عن عده نشاطات يعني انا عبالة عبالة ضوي معك بهيدا المحور الصغير مم. قبل ما نفوت بقصه عيد الميلاد أكيد. أه على كل الاصعده يعني ما بتفكري بمطرح طارق انه خلص عملنا اللي عملناه بلا ما نكمل لا بالعكس ابدا الانسان بده يستمر ولا يقدر يستمر القصص اللي هو عن جد بيامن فيها وبحب انه يعملها لازم تضلها موجوده بحياته أم ان كانت بالصلاه ما فيك تستغنى عن الصلاة وضروري الصلاة اليومية، يعني أنا الصبح عندي صلاتي وعشية قبل ما أنام عندي صلاتي، ومش ضروري تكون الصلاة أنت ماشي عليها صلاة مكتوبة على ورقة أو ما. لا، في أنت صلاة خاصة بينك وبين ربك بالتعاطي بينك وبين الله. وهيدي كتير مهمة، هيدي كرمال هيك اسمها صلاة خاصة، يعني بتكون خاصة بينك وبين الله، وأكيد ما في شك إنه قراءة الإنجيل أو هيك يعني <applause> يعني يعني آية صغيرة من الإنجيل كثير مهمة كل يوم أنا هيدا بلاقيها وحضورك بقلب الكنيسة و... ما هو إشي أنا أكيد... اختبرتهم يعني لا لا أكيد أكيد والقداس نهار الأحد لا. شغلة كثير ضرورية الاعتراف مش ضروري كل أسبوع يمكن مرة بالشهر كمان شغلة كثير مهمة وعلى فكرة أنا في كثير قصص أخذت معي وقت لحتى وصلت لهيدا التنظيم إذا بدك التنظيم الإيماني بحياتي يعني أنا كتير كرويانت كتير مؤمنة بس بكتير أوقات بعترف إنه ما كنت كتير براتيكانت يعني ما كنت دايما ملتزمة بالأشياء اللي واحد لازم يكون ملتزم فيها مع الوقت ما يعني مرنت حالي على هيدا الشيء انه في قصص اساسيه بحياتنا مثل القداس وغيرها وغيرها من الامور ما لازم نتخلى عنها لو شو ما كان عنا حتى لو نايمين مأخرين بدنا على الروح على القداس اذا ما قدرنا رحنا الصبح عندك اوبشن انك تروح مثلا الساعه 6 او عندك بغير مطارح قدادي 7 8 9 عشيه يعني عن جد يعني انا صارت بالنسبه لي في كم شغله بحياتي مش رح سميهم روتين رح سميهم اساسات او ركائز لازم يكونوا موجودين وبلاس انا ملتزمه مع جماعه الكاريزماتيك صار لي تقريبا شي ثلاث سنين وانا وصغيره ديجا كمان عندي إكسبريانس مع الماج موفمون اوكاريستيك صرنا اثنين so يعني. <applause> عن <عنجل تصفيق> انت كمان شو فانا قطع هول قصص بحياتي اوكي قطع ابس اند داونز يعني في امرار كنت ملتزمه اكثر من امرار في امرار انشغل يمكن ابعد شوي بس في شيء حفظت عليه هي صلاتي اليوميه هيدي اكيد دائما موجوده معي وبكل شغله بدي اعملها بدي اتكل على الله لو شو ما كان لانه بالنتيجه هو القادر على كل شيء ونحن من دونه لا شيء باتكالنا على الله العمانوئيل يلي اليوم يعني الله معنا عمانوئيل بزمن الميلاد زمن يلي الله رح يدخل تاريخ البشر يدخل مجتمعنا عيالنا كنيستنا شو بيعني لك فتره عيد الميلاد بعرف انه عندك نشاطات مميزه احلى فتره لالي بالسنه احلى 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 فتره لالي بالسنه وعلى فكرة أنا كنت أتشارك هيدا, هذا الشيء أنا ومرحوم بابي يعني هو كتير بيعني له هالفترة الزمنية وأنا كمان ومن بعد ما توفى الله يرحمه ويرحم كل أمواتكم أم صار أكتر بعد يعني لي يعني صار عندي شغف بعد أكتر لعيد الميلاد وهالشغف إنه بولادة المخلص بتولد المحبة بيولد السلام وخاصة هلا الظرف اللي عم نقطع فيه بلبنان قد عم نعيش ظرف صعب أه بحس انه هيدي السنة هي أكثر سنة خاصة نحن اللبنانية لازم نحس أه بيسوع بي ولادة يسوع كيف خلق عن جد بمطرح كتير متواضع أقل من متواضع بالبرد وبالسقعة وبمغارة أه إله عظيم خلق بشي هالقد بسيط ونحنا عتلانين هم الزينه وعتلانين هم الهدايا وعتلانين هم المصاري وعتلانين هم اذا البنوك بتعطينا مصرياتنا والى اخره الى اخره ما بقى تعتلوا هم على الله الله ما بيترك حدا في رب رح يساعدنا ان الله راد ولبنان ارض مقدسه نعم انا بعدني عند هيدا الايمان انه لبنان ارض مقدسه واكيد ربنا ما رح يتركنا لما نخسر اشخاص من عائلتنا من محيطنا اشخاص تعودنا عليهم على وجودهم خاصة من فترة عيد الميلاد بنشوف ردة فعل بمطرح من المطارح انه منشيل الزينة منبطل عم نعيش هالاختبار انما معك عكستي حكست صح. فكر مجتمع بحد ذاته يعني انا دايما عكس الطيار على فكرة <تصفيق> <تصفيق> بس بطريقة ايجابية مش بطريقة سلبية أم. قبل ما يتوفى الوالد أم. يعني بعتذر انه عم بحكي عن موضوع حساس بس انا كتير بيعني لي هيدا الشيء كان عم بيوصي مامي عم بيوصيها بإشي يعني مثل ما بيقولوا بتجي إخر لحظات وعية الموت ونحنا بنحط زينة الميلاد بكير يعني كل سنة نحنا أوائل نوفمبر أوائل شهر تشرين الثاني زينة الميلاد بتكون محطوطة وهو ساعة وقت توفى كان 24 تشرين الثاني احنا كنا اوريدي صار صلنا جمعتين مزينين أول توصاية وصاها إياها ما بتشيلوا زينة عيد الميلاد ما بتشيلوا الورود من البيت ما بتلبسوا اسود ثلاث اشياء وبعدين وصاها اكيد فيي وبولادي وتنتبه لحالها والى اخره سو انا بناء أنا على هالشيء وخاصه يعني اللي بيقهرني انه انا ما لحقته كنت راكده على البيت لاوصل ما لحقته حظها كان حلو مامي انه هي اخر شيء اخذت منه التوصيات انا وصلت كان كان خلص يعني بس التوصيات تركلنا لنا ياهن انا مشيت فيهم بحزافيرهم يعني قالت لي مام بدنا نشيل الزينه قلت لها شو وصى ما بنشيل شيء ما بندق شيء، وهيك صار حافظتي على هالامانه اذا بدك من وقتها لليوم وبعدك بتعبري عنا بتحكي عنا ببسمه بايمان وبثقه أكيد. رغم يعني بفهم الحزن اكيد طبيعي نحن بشر بالنهايه ولكن هذا الايمان يلي بصوتك بالترانيم بالريسيتالات يعني بيقولوا شخص انه خلص ما احنا خسرنا شخص غالي على قلبنا ركن من اركان البيت أكيد. منفضل ننعزل لا عكست كل شيء لا توصل. لا ما لازم ننعزل لانه بامن بشغله انه بالنتيجه مع انه انا شخص كان كثير يخاف من الموت على فكره بخاف من الموت كثير وخاصه على الاشخاص اللي بيعزوا علي بس قدرت اوصل لمطرح انه اشتغلت على حالي قبل لاستوعب انه يوم من الايام هالكاس رح يوصل لعندي وهالشغله رح تصير ونحنا ناس مؤمنين انا ما كان بدي لا مش مشكله ونحن ناس مؤمنين واكيد الموت حق واكيد بايماننا بنعرف انه الانسان بينتقل على مطرح احلى بكتير وانا كنت مؤمنه لانه بابي الله يرحمه كان شخص والاشخاص اللي عرفوه مش لانه بابي عم بحكي عنه بس الشخص اللي عرفوه بيعرفوا قديش كان انسان عن جد بجنن وعنده كواليتيز كثير حلوه ومؤمن على فكره بابي من الاشخاص اللي كان يقعد بعزله ليصلي مش معقول تكوني انت مؤمنه وايمانك مش أختي من عيله اكيد اكيد انا اهلي يعني عن جد اثنيناتهم يعني بينشهد لهم بجننوا كتر خير الله وهن اللي قدروا يعني ربوني ربوني هيك لحتى اكون بهالايمان ف اكيد تقبلت الخساره لانه بالنتيجه الموت حق لو انه انا من جوا كنت كثير حزنانه عوض ربنا على لانه ربنا إنه, انه بدي 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 اغمره بدي اشوفه بدي بوسه ما بقدر لانه فعليا جسديا ما بقى موجود بس بعرف انه روحيا هو معي، وبعرف يعني انه يعني بهالطريقه كريستينا الله عوض هالخساره الكتير كبيره اكيد الكبيرة. اكيد وقدرتي تكوني عم تختبري هالحضور ربنا أكيد. بقلب أكيد. المحنه ربنا ربنا عوض بحضوره بحياتي وبعرف كمان انه روح بابي مرفقتني دائما وبعرف انه دائما لانه كل يوم بصلي له بصلي له بعرف انه هو كمان عم بيصلي لنا وبقول له بقول له انت هلا صرت اقرب ليسوع صلي لنا بيسمع منك اذا بدك توصلي رساله عبي الفراغ اوكي تعبي الفراغ بس لو اذا اليوم بقدر توصلي رساله ياي بس لو هلا بقدر شوفه لبابي واغمره عن جد هيدا يمكن اصدق رساله ايه عن جد لا لا بكل ما, ما فكرت فيها حتى دغري قلت لك حلو آه في يعني انا اليوم اللي براقب عملك الإيمان على الارض اوكي مم. بلاحظ آه، ريسيتالات تراتيل ميلاديه صح هذا الفرح الفرح هيك يعني بتعطي طاقه حلوه بتكبي فرح للناس اللي عم تحضريك خليك يعني اللي عم بتشوفك <applause> عن جد يعني لانه لقلك ليه اعطيتيني فيديوز لاحضرهم حضرتهم كلهم <applause> كلهم 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 <applause> حضرتهم كلهم تسعه <applause> صرت قاعد هيك انا حطيت وصلت <تصفيق> <تصفيق> وصلت, وصلت على ال سي دي عندي وصرت هيك بين مبسوط بالصوت بين مبسوط بالكاميرا بي لما تقرب عليك عم ببين انه انت مبسوطه كتير يعني. من كل قلبي كثير بحب عم اقول لك انا هيدي الفتره من السنه كثير بتعني لي وحتى الترانيم الميلاديه قديش فيها فرح و... وعلى فكره بالسنه اللي كان متوفى فيها بابي يعني كان بعد ما صار له اسبوعين اخذت قرار كمان انه عن روحه قدم ترنيمه ميلاديه، اعتمدنا وقتها اللحن تبع بوتي بابا نويل بس حطينا عليه كلمات لبنانيه، اشتغلت مع جورج مارتينوس وبوجه له تحيه، هو فنان كتير شاطر وموهوب، ملحن وموزع وبيكتب كمان كلمات اغاني يعني شعر وهيك فوقتها هو كتب لي كلمات الاغنيه ووزع لي اياها توزيع جديد ورجعنا غنيناها طلعت كثير مهضومه وحلوه السنه اللي بعدها يعني سنه الماضي طلعت انا بفكره هيك ما بعرف قاعده عم نحضر للريسيتال طلعت معي او هولي نايت اللي هي كلنا بنعرفها ترنيمه ميلاديه باللغه الانجليزيه طلع معي كلام لبناني كلام عربي على على اللحن كتبتها انا يعني انا مش عم صدق هلا لحديت هلا انا عندي موهبه كتبت هالكلمات تبع الترتيله حلوه ياي مش معقول الترتيله حلوه انا وعم غنيها بالاستوديو اول مره انا سجلتها ورجعت بعدين غنيناها كمان بالريسيتال حسيت هيك ما بعرف يعني دمعت وعشتها تاثرت وعن جد قد ما يعني هي انت اليوم حلوية. من اختبارك يعني من الاختبار اللي انت مرقتي فيه من الطلعات والنزلات اللي, صح. اللي جا حكينا عنها وبقلبها في الفرح يعني وعملت دمجتي العربي أكيد. مع الاجنبي وبلحن هيك معروف اكيد وانا هيك ستيل فيوجن يعني بحب الشرقي والغربي يكونوا مندمجين مع بعض هيدا ستيل وستيل كمان اللي بيلبق بصوتي بالاغاني العاديه اذا ما نحكي عن قصص الكوميرش نعم أه حملة كمشة دفا مشروع أه حالة المشروع بدي افهم منك اكثر شوي الهدف ولمين موجه شو هو المشروع يعني اليوم نفتح فيسبوك كم شد دفا بنشوف كم شد دفا هلا هن في حملتين لا. بس لحتى ما نخلط بيناتهم في حمله اسمها حمله دفا اوكي وفي نحن حملتنا اسمها حمله كم شد دفا يعني في الكمشه الكمشه <applause> هي الفرق بالتنين. يعني صح ونحن اصلا بالنتيجه مش مش يعني لانه كلياتنا ان كانوا بهالحمله وان كنا بهيدي الحمله كلنا بالنتيجه عم نساعد عيال محتاجة وعيال لبنانية بالدرجة الأولى لأنه بتعرف نحن بنبلش بحالنا بالأول وقت اللي بنكون مهتمين بحالنا بنقدر نرجع بعدين نهتم كمان بأشخاص تانيين أجانب موجودين ببلدنا وأهلا وسهلا فيهم يعني ما فينا نقول شيء الزمن <applause> عيد <applause> لازم كلنا نساعد بعض فحملة كمشة دفا صلنا تقريبا أكثر من شهرين ثلاثة عم نشتغل على الموضوع وعم نجمع ثياب وحرمات وقصص بعزوها العيال يعني غير الاكل يعني مش بس الاكل من اشخاص حوالينا بنعرفهم ومن عنا بس اشياء اكيد تكون بعدها منيحه بعدها بحاله جيده بيقدروا يستعملوها وهيك صار جمعنا كتير اشياء وعملنا مثل ما بيقولوا الفرز فرزناهم وأسبوع الجين الله راد نهار الخميس ب 19 الشهر رح تكون بالمركز تبع المسنين اللي فتحته ماجي عون بسن الفيل هي مستقبلتنا عندها لحتى نحن نكون عم نوزع هالغراض على العيال ورح نكون كمان مهتمين بالمسنين وعم نغذيهم ونقضي وقت معهم واقترحت انه نكون انا والاستاذ الموسيقى توني البايع كمان عم نغني لهم ونعمل لهم انيماسيون فان الله راد ان شاء الله هيك بكون هيدا النهار كله فرح وكله بهجه ونقدر نفرح قلوب، يعني انا اكثر شغله بحس وقت اللي بقدر ارسم بسمه على وجه حدا او هيك ازرع فرحه لو صغيره بقلب حدا بتكون كانك عن جد اعطيتني اكبر هديه بالدنيا وملكتني الكون بتكون فرحتي مش سايعتني. حلو هال هيك مشروع اليوم عم بيطال لبنان كله حكي. من شمال لجنوب وفي حاجة بمطرح من المطارح حاجة يعني. كتير كبيرة حاجة كثير كبيرة اكثر من كل السنين مية وعم حس كل سنة لقدام عم بتزيد الحاجة السنة عم بتبين أكثر يمكن كانت مخبايه بمطرح من المطارح صح. يعني آه العدد الأشخاص اليوم اللي معكن بحملة كمشة دفة بقلب هالمشروع هل هو كبير العدد؟ آه يعني في عدد في يقول لا بأس به مش عدد كثير كبير بس عدد لا بأس به بس هيدا العدد يلي منه كتير كبير قدر يعمل فعل كبير نحن هذا بهمنا بهمنا بالنتيجة نوصل لنتيجة نوصل لفعل أكيد أنا بحيي الصحفية والإعلامية عبيرة عبيد بركات اللي هي بالأساس صاحبة الفكرة وصاحبة هالحملة وأكيد نحن كلياتنا حواليها داعمين حلو وحلو نكون كلنا عم نشتغل يعني هيدي دعوه اليوم منك رساله أكيد. منك اكيد لكل الاشخاص يلي عم تحضر انه عن جد تكون عم تشارك نهار أكيد. الخميس يعني انا اكيد بدي وجه دعوه لكل الاشخاص يلي عم بيتابعونا عن جد اذا عندكم اشياء بعدها بحاله منيحه وانتم مش عايزينها وبيقدروا يوصلولنا لنا اياها عن جد يعني بنكون كثير ممنونين يعني حتى لو قدروا وصلولكن لكم اياها لهون لعندكم انا بجي لعندكم بخضن ما في مشكل اكيد وي ويل بي يعني شو بدي اقول لك مور اكثر من شاكرين يعني اكثر من شاكرين لأن حلو نكون سوا عم نقدر نساعد بعض يعني ونوصل لكل الاشخاص الحاجه وعلى فكره انا دائما على طول عندي تطوع وعندي مشاركه بكثير اشياء يعني هلا سمينا هيدي الحمله بس في بعض اشياء كثير تانية كمان عم نشتغل عليها خلال هالفتره خلال كل السنه يعني هو مش بس نحنا لازم نلتزم بس بعيد الميلاد او بهالفتره لانه العيال المحتاجه محتاجه على مدار السنه سو بده يضل في اكتيفيتي على طول هيدي كانت الرساله اللي بدي اقول لك عنها هلا بختام فقرتنا آه رح نحط ترتيله رح نختم بترتيله لك كثير حلوه آه بس كان بدي اسالك سؤال قبل ما نحط الترتيله شو اخر كلمه بتقوليها ليسوع اليوم المسيح اللي بده يولد بقلب بيت عائله كنيسه مجتمع بقلب العالم كله اليوم اذا كريستينا خلصت نهارها خلصت كل التعب ورجعت على بيتها قبل ما تنام شو ممكن تقولي له للمسيح اول شغله بقول كلمه شكر بقول كلمه شكر عن جد على كل نعمه عطيني اياها من اصغر اصغر نعمه لاكبر نعمه لانه عن جد وقت اللي حوالينا ومنشوف قد في صعوبات وقد في ناس موجوعه قد في ناس محرومه قد في ناس يمكن عندها حرقه قلب لازم نقول كتر خير الله اذا نحنا ما عندنا هالقصص يعني دائما بيقولوا بس تشوف مصيبه غيرك بتكون مصيبتك اكيد كل واحد منا عنده مشاكل على قده كل واحد منا عنده صعوبات على قده ما في شيء بيرفكت بالحياه ومش يعني اذا انا كريستينا سوايا يعني انا عايشه بنعيم لا انا كمان انسانه مثل مثل كل الناس وعندي مشاكل وعندي نواقص وعندي القصص اللي هموم اللي بتعبني كل يوم ومسؤوليات بس بس اطلع واقول عندي الحواس كلها كامله عندي اجرين عندي ايدين عندي عيون عندي عقل عندي كل هالقصص وعندي الصحه هيدا اهم شيء وصحه ولادي منيحه ومامي والحوالي اللي بحبهم هيدا اهم شيء شو ما كان كله 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 بيتزبط وكله بيتصلح وكله بيصير لو اخذ شويه وقت والله معنا هذه رسالة للكل الله معنا الله ما بيترك حدا كونوا أكيدين ولو مرات يمكن منطلب وبتتأخر القصص شوي لا تصير منصير مرات يمكن نشارعه إنه وينك يا رب ما أنا عم بحكي معك ما أنا عم بطلب ما أنا عم لك ليش ما عم تستجيب يمكن هو أكتر منا بيعرف مش يمكن على الأكيد هو أكتر منا بيعرف أمتين الوقت المناسب لكل شغلة وإذا شغلة ما صارت معنا ما تزعلوا لأنه يمكن هو شايفها أنه مش لخيرنا بس هيدول القصص صدقني انا اخذوا كتير وقت معي لحتى اقدر افهمهم واستوعبهم. يعني بدها وقت وبدها نضوج وبعدني مرات بتشارع انا وياه طلع فيه بصير بصير احكي معه بقول له وينك؟ انه انا عم عم بطلبك انا بدي اياك انك تكون معي بدي اياك انك تساعدني بس صدق الا ما يستجيب وهو أكيد. بحب انك تكون عم تتواصل بهذا في أي ما. من ما بيزعل لو شرعته كثير حلوة بتقول أنا هو الرب إلهك أستجي في الوقت المناسب في الوقت المناسب هذه يمكن حكمة ربنا بمطر أكيد حكمة ربنا بيعرف الوقت المناسب وبيعرف استجابة الطلب اللي نحن عم نطلبه اللي صح. كنا مصلحتنا أكيد مزبوط وأنا آه. هو الطريق والحق والحياة هيدي كثير بحبها أكيد مزبوط هو الطريق هو وهو الحق, وهو الحياة ومعه أكيد رح تكون الحياة أحلى كريستينا صوايا لقاء حلو كتير بيشبهك بيشبه الركيزة اللي أنت اليوم الأساس تبعك أساس إيمانك أساس مسيرتك كلها لأنه ما عم نحكي عن شخص حقيقة عم نحكي عن شخص عاش هالاختبارات كلها، وحلو نشوف الاختبار على وجهك وبأعمالك كلها، أنا بدي أشكرك عن جد على حضورك <applause> رغم إنه كان في صعوبة اليوم <applause> صعوبة بالطرقات صعوبة بالطرقات لي <applause> سوري على التأخير مش بس مش لأنه عن جد التأس وال... والتسكيرات الطرقات الصبح كمان عجقوا الدنيا وأخروا مش مشكلة. أنا بتمنى عن جد بتمنى آخر شيء إذا بتسمحوا لي وجه لكل الثوار اكيد حق بالمطالب وحق بكل شي ونحن معكم ما عم نقول لا بس اذا بتعملوا معروف تسكير الطرقات ما بيوصل لحل فاذا بتريدوا روحوا على موانئ الدوله وقفوا هونيك تظاهروا على الراس والعين ونحنا معكم بس تسكير الطريق ما بينفع ما يا لو عم بيادي لحل كنا منقول انا ما أنا, أول أنا, واحدة أنا, ما بقدر أكون <applause> عم عم جاريك بالموضوع ولكن بقدر اقول ان شاء الله كل شيء بنتمناه لخير لبنان اكيد ولخير جميع اللبنانيين بيتحقق خاصه بأنه ما عم تفكر أنا عم بحكي لخير لبنان أنا اكيد انا بحكي الا لخير لبنان لا اكيد خير. عم نحكي لخير لبنان بالنهايه بتهمنا مصلحه لبنان 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 كل... اولا لبنان اولا أكيد. الشعب اللبناني كله أكيد. أه انا بدي عايدك. وانا بدي عايدك. أه الميلاد <applause> العمانوئيل الله يكون حاضر بقلب حياتك كلها يا رب أمين. نستحق انه نحمل المسيح بين ايدينا أمين. طفل صغير صح وبترك اذا بتحب تعيد الاشخاص يلي عم ميلاد تحضر قبل ما نكون مع الترتيده ميلاد مجيد ان شاء الله يا رب ميلاد يسوع يرجع يولد فينا المحبه يولد فينا السلام الداخلي ويكون عن جد الايمان هيك متشبع وركيزه متينه بقلب كل واحد منا وتحيتي لكل اللي كانوا عم بيتابعونا وان شاء الله كمان السنه الجديده كل سنة بنتمنى أنه السنة تكون واعدة وتكون أحسن من القطاع بس عن جد من كل قلبي بتمنى أنه هيك يسوع بشيء عجيبة منه يخلص لبنان وشعب لبنان وتكون هالسنة 2020 الله راد أحسن من 2019 إن شاء الله يا رب يا أنا بدي أتشكرك على حضورك كتير. خلينا نوقف بريك صغير نسمع الترتيلة الحلوة ومنرجع منكمل برنامجنا خليكن معنا